اهلا وسهلا خوتي وحبايبي، تبارك الله عليكم، الله يحفظكم ليا وين جيكم كيف ما كتشوفوا. كنتمنوا عند الله سبحانه وتعالى الدعوات ديالكم اللي كدعوا معنا يكونوا كيف ما كتشوفوا الحمد لله كيمشيو معنا بخير وعلى خير. اللهم لك الحمد، هذه ربي ورضات الوالدين. البارح كيف ما كتشوفوا وقع لسفيان واحد الزيار في الرجل ديالو، واتصلوا بيا مالي الدار وقالوا لي دابا اجي عندنا. من بعد ما جيت عندهم طلبوني على اساس نبات معاهم، رجعت عندهم عاوتاني وبت معاهم، واليوم مشيت ديريكتومون مشيت عند صراختي لوبيطال وشفتها الحمد لله. كنتمنوا عند الله سبحانه وتعالى داكشي اللي قالت لنا الطبيبه يكون بخير وعلى خير. ولكن اخوتي ما نكذبش عليكم، الاغلبيه كيصيفطوا لنا في انستغرام اولا كيصيفطوا لنا في لي كومونتير اللي كنقراو المسائل، ساره كيبقات. انا قلت لها صراختي خص ضروري دير واحد الفيديو وتشرح لهم بلي ديطاي هذاكشي اللي واقع. كيف ما كتشوفوا دابا يلا خرجنا من لوبيطال وها هي ساره معكم. السلام عليكم حبيبنا، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ والله العظيم اخوتي الا فرحانه بالكومونتيرات ديالكم ليا لي خطاكم، الله ينوركم. الحباب ديالي دوزت الصراحه، هي ماشي سهله اللقطه اللي مشيت من عند الطبيبه، راكم عرفتي وهي ديال الدرب عاديه، قالت لي شوف قالت لي شوف خصك تمشي دابا ايرجون، خصك تمشي تشوفي راه فيك الوجع والوالده. وبقيت هكاك مع فائزه في الدار تنجمع وداكشي، السقيه شويه تفرقعات صافي تما فين تخلعت انا. منين رجعنا عند الطبيبه قالت لي شوف صارت هاد المشاكل اللي وقع لك من السكر طايح لك بزاف والطونسيون طايح وما يمكنش تولدي، المشكل اللي خلانا نصبرو. قلت لها ولكن في شويه الوجع، قالت لي هذاك الوجع ماشي ديال الولاده، يعني الزحمات وداكشي الله يسر، حنا غادي نشوفو كيفاش نكالميوه على ما ان شاء الله يتقاد السكر ديالك والطونسيون ديالك باش ما يوقعش مشاكل من بعد، الله يسر. حتى البيبي ما مزيانلوش يتولد في هاد الوقيته بحال هكا، يعني خرجوا لها تاكل الحلاوه باش تقاد السيتياسيون ديال السكر اللي عندها. ناخذ الحلاوه والطونسيون حتى هو يتقاد ليا وخرجوا ليا شي دويات، وخصني نعاود دابا داك التحليله الا عقلتي عليها خصني حتى نحاول نعاودها باش نشوف الامور واش بخير ولا واش نولد طبيعي ولا بسيزاريان. باقي الطبيبه كتقول لي شوف انا ما نقول لك شنو، ولكن نتمنى عند الله سبحانه وتعالى تولد طبيعي. والله سيزاريان ما كنحملهاش، اويلي انا والله ما كنحملها. عرفتي شنو خوتي؟ كنتمنى عند الله. عرفتي كي دازت عليا؟ عرفتي تنبكي ونعاود العذاب الاليم. تخيلوا الوجع تيزورني ها هو جاني بحال هكا، تدوز شي 3 سوايع 4 سوايع عاود تيجيني، تنقول للطبيبه راه فيا الوجع وداكشي، قالت لي صبري هادشي راه غادي نبردو عليك، عرفتي شحال ديال السيرومات وشحال ديال المشاكل، عرفتي صافي صافي عييت. تخيل قسما بالله مسكينه الطبيبه كل شويه كتعيط للفرمليه وتتقول لها دابا عاود قلبي ليها على السكر، دابا قلبي ليها على الطونسيون، شوفي واش تقاد وداكشي. وباقي عندي مشكله ناقص، وقالت لي شوف دابا غادي تمشي ترتاحي في الدار واحد السيمانه باش ان شاء الله باذن الله كل امور تكون بخير، وتاكلي ماكله ديال الدار وتكون الصحه جيده، وما تاكليش كاع ماكله ديال الزنقه، وان شاء الله عطينا 2 اكتوبر ان شاء الله باذن الله باش نمشي عند الطبيبه وديك الساعه تشوف الاجواء ديال داكشي اللي واش السكر تقاد والطونسيون تقاد لي وداكشي. قالت لي ما بغيناش نغامروا بك تولدي ب 35 سيمانه، هذه ولاده مبكره، والبيبي فاش تزاد في هاد الوقيته ديال 35 تيكون باقي الريه ديالو ما عندوش واحد التنفس كامل، فهمتي؟ هادشي اللي مسكينه خافت منك، وكانت وحده اخرى كنا سيزاريان ونولد وعادي وما كاين حتى شي مشكل. قالت لهم هذه من العائله الا عقلتي وديال البيبي شاور مسكينه، بقات واقفه معنا الله يكثر خيرها، ونتمنوا يا ربي خير. والله الا كنشوف شحال من واحد صراحه عافاك يقول لنا شنو واقع صراحه عافاك، والله الجهد ما عندي. والله العظيم الا البارح كنت مجموع مع فايزه وسفيان في لاشومبر ديال سفيان، جبدنا هذا الموضوع هذا. والله العظيم اخوتي الا مني كنكونوا جالسين حنا الخوت وكنهضروا بدينا كنضرب في السميات، كاين شي ناس كيبقاو يسولوا فينا شاك جوغ، صافي ولينا كنضرب سمياتهم في وسط الدار، يعني راه هما كيعرفونا وحنا كنعرفوهم غير بالسميه. يعني اللي بغيت نقول لكم اخوتي راه هاد المحبه ديالكم لينا راه هي اللي كتخلينا نبارطاجيو معكم الصغيره والكبيره. والحمد لله والله يخلينا لبعضياتنا والله يحفظكم وين جيكم، وكنتمنوا عند الله سبحانه وتعالى نتلاقاو مجموعين في شي بليصه اللي نديروا فيها شي مناسبه اللي تفرحنا جميعا. وكيف ما كنبارطاجيو معكم الحاجه الزوينه كنبارطاجيو معكم لي ديطاي ديال الحياه ديالنا.
الحباب ديالي ما نطولوش عليكم ولهلا خطيكم عليا والله العظيم الا كتفاجئوا عليا ودعواتكم ليا شحال من واحد تضحكني ساره واش ولدتيها جاوبينا والله ما كرهت نجاوبكم قسما بالله ولكن كنت فابل بزاف ما بقاش عندي القناه ما بقى عندي معايا يوتيوب ما بقى عندي حتى شي واحد ترى حمزه بس كتيجي يزورني تنقول له صافي حمزه صافي جاني واحد الاكتئاب حاد ديال بصح الحباب ديالي تنشكركم بزاف وقسما بالله نتوما اللي تتعطوني قوه وبالدعوات ديالكم الزوينه حتى هي اللي واقفه معنا وتنتمنىكم يا ربي نتوما تفرحوا في حياتكم وتيسر لكم امركم ودعواتكم قريب ان شاء الله يا ربي يخرج المولود بخير وعلى خير وتسميات انا عجبتني ما تقولش انا والله اخوتي اللي جاتني واحد السميه اللي اختار حمزه جاتني جديده مازن وفين الزين الصراحه مازين عجبتني انا عجبتني الصراحه ما نقولش الله واخا خالتي مسكينه كنت بغيتها هي اللي تختار وقالت لي شوف حاليا بحال ولدها والله العظيم مسكينه بقات فيا حيت انا كنت عارفه كينان هذا هو كتامن بالله عز وجل قالت لك حنا درنا واحد التقنيه اللي سبحان الله العظيم مازين هي اللي كتطلع فيها الصراحه ودابا اللي بغيت نقول لكم اخوتي كنا جالسين ما بينا ما علينا عيط لي سيدي حمزه قال لي اخويا اشرفت لي نعم قال لي بغيت تمشي تجيب ساره لانني انا روبو اليوم قال لي بغيت تمشي تجيبها هو مع خدام الله يحسن العوان شحال زوينه تكون خدام مع شي ايكيب ويكونوا هما خدامين وانت جالس لا مسكين الله يحسن العوان تمشي حط الاء في المدرسه والمسائل وعاود يجيبها المهم دابا انا مني مشيت جبتها دابا باش عرفوا شنو كاين الوالده راه ما سيقاش الخبر بان ما صار راه جايه دابا غنمشيو ندخلوا عليها على غفله ونشوف رده الفعل دابا حيت الطبيبه قالت لهم صافي ساره غادي تبقى حتى تولد راه ما يمكنش تخرج دابا مسكينه الطبيبه مع قوه بقيت فيها قالت لي وسير زيد هاد السيمانه مويكله ديال الدار تكون زوينه والصحه جيده ونساي ويتقاد الامور بخير ويجيني بواحد الصفه واحده اخرى حيت شافتني نهار على نهار لافاتيك الانسان في داك السبيطار والله وحالتي وما بقاش عندي مع حتى شي واحد والاكتئاب والهضره ونتمناو يا ربي ودعواتكم اللي الله يخطيكم ودابا خليكم معنا خليكم معنا من بعد ما غندخل عند والدها ونشوفوا لا سيربريز ديالها لا يخطيكم رده الفعل ديالها ملي غتشوف ساره قالت لها ما غتخرج من لوبيتال وغنجيبوها لها على تولد عرفتي كل شيء عندي في الكوفر قسما بالله حوايج كل شيء ذاك الحوايج يمشيو ويرجعوا يلا خوتي الله يحفظكم وخليكم معنا لا يخطيكم صراحة الحمد لله على سلامتك والله يا خويا راسك رجلك الحراق نعيط الويويو طول الحباب ديالي انا هادشي كامل بغيت نقول لاختي ساره حاجه واحده ملي كنا دايرين واحد الحفله وسمعتي الاسم ديال المازين واخا كنتي معانا كيفاش كانت رده الفعل ديالك الصراحه كنت بغيت خالتي عيشه بعدا قبل ما تقول لكم واحد الحاجه ساره بعدا يلاه باكيه عيانه والله عيانه تخرجها من هذا الباب الصراحه والحمد لله والله الحمد لله ان شاء الله كي كتشوفوا بابا وماما ما كاينينش اليوم الحد مشاو مشاو سوق ثلاث تاع الحد تماك مشاو عند عمي تحيه ليلو الله يحفظه وينجي وان شاء الله يجي واشرف لي مشى جاب ساره الله يحفظه ايوا الله يحفظكم ويجيكم وحيد وداكشي وحنا يا خوت بعضياتنا كنتعاونوا وبقى الدار خاويه عاد والله عرفتي شنو وقع لي ولكن ساره بلاتي بغيتي تزربي علينا انت يا بلاتي برافو ليك بعدا وجدتي لنا هاد المخيمرات هادشي اخوتي ديال فايزه علاش شوفيني علاش تحطي حداك خلينا كندير الصوب وبارك بشويه سيدي عادل تبارك الله عليك كيجاوب بخيمرات ديال فايز الله يحفظكم ليا وين جيكم وانا وحمزه حنا ديما تنشاطوا عليه العائله كنقول له صافي تقرب تولد عندنا تجلس اختنا حتى انا بس نورمال باش الوالده كتقابلها مسكين كيقول لك اختكم وديالكم حنا ما بيناتناش الصراحه هاد الحسابات وهاد المسائل هادي بصفه نهائيه والحمد لله الحمد لله على كل حال نعيمه عندك اي والله يحفظك ايوا ضحكتي كل شيء الله يشافيها الله يشافي خالتي نعيمه ما خالتي نعيمه وانا حاطه لا كاكس عرفت شحال من واحد بعدا طاح دابا بغات تبان في التصويحه تصحب لها واحد مع ما قاداش يلاه دارتها ويتحك ولهذا اخوتي الله يحفظكم ونجيكم واحد الحاجه والله بغيت نسول على واحد الحاجه تخيلي معايا ساره منين كنت تعقلي في ستوري في الانستغرام ملي قلت لهم هاي تخيلوا معايا من داك النهار كل نهار وليت نحشم نجاوب الناس واش ساره ولدتي قلتي لها تمشي للطبيبيه قلتي وليت نحشم نجاوب الناس غدا بعد غدا ولا هادي معلوك بغى يخرج من الكرش والله الا قلتها في مقدمه حتى انا بزاف الناس كيسولوني على ساره ما عرفتش شنو غادي نقول لهم لانه زعما الصراحه هاد الحماله هادي ما فهمنا منها والو وكنتمنوا تولد بخير وعلى خير وصافي الانستغرام
ولكن المشكله هو جاني واحد الاكتئاب حاد ما بقيتش كاع بغيت نزل التليفون لا آه لا نتكلم حيت هادشي سي نورمال صافي وصلتي للنيفو ليفل الاخر اللي جيت نولد ولقى الطونسيون حتى هي طايحه اشرف لا لا نقول والله تقول كي ياكل اشرف ورا الكاميرا كيجيو لا ماشي داك الشيء اللي علاش ضحكت انا قبل ما ندخل دبو الكاميرا حبيبي قلت لها جالسين انا وعادل وصاحبتي في بيتي جالسين هكا انا تمشكي لها كنقول لها كان عندي شيء اللي كناكل وكندوي والله شفت خلي بغيت نكمل سمحوا لي كنت جالسين في البيت وانا وعادل وصاحبتي كندوي هي كتشكي عليا الطونسيون وسكر وهادشي جات لي اكتئاب وانا اللي جاي باغي نشكي عليها بالله غادي عيط وما بقيت لا كنخرج وبادي واحد اللعيبه اللي ما غنقولهاش لا الضاله ليكم ممكموله بتا حاجه وجاي تشكي عليا عرفتي وشدني واحد الاكتئاب داز كتبكي وتخيخ عينيا وبقينا معلقين وعادي تحضر لي تيدي هادو مالهم هو هذا عادي اخوتي اللي كيهضر عليه زبيرة هو شوف الله يسهل العوال كل واحد حتى حاجه ما سهله اه والله الصح الصراحه صح. والله العظيم الا دوزت ديال بصح شحال من واحد يقول لي ويلي ساره راكي والده ومعوده قسما بالله يا خوتي قول لها كرش وكيفاش هذا الكرش قول لي الله اول مره غادي نعرف انت الكرش يا ساره سفيان من الاخر ضحكتي على ساره بلا ما تبقى تدري بلينا عاوتاني فجيتي علي دابا هو ديالها قال في كوسيج تاع علاش تقول الله ما نخرج الله ما نخرج تولى علينا الطحاب بالفعيله كل شويه كتقول لا غدا غنمشي للولد هو باقي غاشي ايوا الحمد لله الله يواد مازين هذا لا لا دابا ما بغيتيش تفهم خرجات دابا غير باش تسمع السبيه الاصليه تسمع بودنيها وترجع كمل كل واحد كيطلب قالت لي بقات لك سيمانه يلا انا بشرتكم بالخير حلف بالله قالت لي بقات لك سيمانه ان شاء الله باذن الله بغيت تمشي لداركم وتاكل ماكله زوينه وتنسي الاكتئاب حيت شافني الصراحه بقيت هي تنبكي وازمه بزاف وتحيه ليلها ومسكين قسما بالله كل شويه كتقول في المدينه سير الفاميليا كامل اللي تماك تحيه لهم قسما بالله لا طيب الله يعمر هذا صراحه انا كي دابا ملي بغيت نخرجها كيفاش تعاملوا معايا كيفاش زعما الصراحه الله يعمر هذا هو هي هذيك دابا جيت نكمل السيمانه على خير وبخير كل شيء كيبغيك وفين ما مشيتي كيجيو الناس يسلموا عليك الحمد لله صراحه كنتمناو اننا نبقاو ديما دابا انا حطيتها غير شويه هكا في لايك لا زيد والله هو دابا سي نورمال راه عادي تهبطها ترتاح شويه عاوتاني تطلعها عاوتاني سبحان الله والله الا كزرق واحد اللعيبه اللي قالوا لك الناس في لي كومونتير في الفيديو ديالنا نوفيزا قال لك واش ما ضربش البغيه ديال تخطو الدم امبوسيبل واحد يدير القبص وما يضربش البغيه باش يبقى يدور السيركيلاسيون ديال الدم خصها تبقى الدوز ولا بدا والله تضحكت ضحكت اليوم الله يفكك على خير الله يفكك على خير الله يحفظك ايوا ساره مازال ما ما تبقاش بديك كل كيس وحبات والله العظيم يا ما تعرف لا كاينه كاينه فاطم زهره ما هي محمد ايوب ما هو يوسف ما هي الاء ما هي التوام ولكن هذا اكثرهم هذا خرج لي ايوا اختي شنقول لك الله يفكك على خير مسيو كي مسيو مازين مازين ان شاء الله مسيو مازين والله الصراحه قريت الكومونتيرات يقول لك خالتي عايشه اللي بغينا تسمى ايوا تسمى خالتي عايشه شوف الصراحه دارت كينان ودارت مازين ودار ايمان هذا ولكن الصراحه كنت بغيت خالتي عايشه وخالتي عايشه قالت لك عجبتها حتى هي مازين قالت لك والله ما نبدل فاش شافت التفسير ديالها وداك الشيء بغات عجباتها قلنا لخالتي شفتي خالتي انا ملي قلتها قالت لي بنتي ماشي مشكل ملي سما ولدي بحال سميت انا وتمازين عجبتني حتى تيقوني لك تكون واحد الحاجه انا كاع الاسماء عندي زوينين هي الله يفكها على خير هو الاساس اللي مسمي مسمي في السماء اللي سميتو بجبهته كاين حاجه اوريجينال يعني ما عمري ما سمعتها انا سي لا بروميير فوا حتى عمري سمعت مازين اه وهادشي اللي كاين الحباب ديالي ما طولوش عليكم ولي لا خطاكم عليا
ودعواتكم ليا وشكرا على الكومنتارات ديالكم الايجابيه دائما اللي تنبقى نقراها والله العظيم تتعطيني قوه في قوه وتنشكركم بزاف والانستغرام ديالنا وكلشي تابونا في هذا الفيديو باش ان شاء الله الفلوق ديال الولاده وداكشي تزيدوا تعطوني قوه في قوه ولله يخليكم وبيزو وباي باي.